وفي السياق ذاته زار محافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر خليل قضاء الشرقاط واطلع على الخدمات الصحية المقدمة في مستشفى الشرقاط، حيث تبين أنها تحتاج إلى تأهيل وتوسيع، إضافة إلى تزويدها بأجهزة تخصصية متطورة. وأكد المحافظ أن الواقع الصحي بحاجة إلى دعم كبير من قبل الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية، تبذل كل جهدها وحسب الإمكانات المتوفرة لديها للنهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم في حياة المواطنين، مطالبا الجهات الإدارية في مستشفى الشرقاط بالعمل أكثر من أجل توفير بيئة مناسبة لمعالجة الحالات المرضية التي ترد إلى المستشفى.